النجاح لا يقف عند أحد، وخاصة حينما يمتزج بالإبداع، فهناك مهارات لا يمتلكها الكثيرون، وأقرب مثال على ذلك هو الطفلة سلمى نصير التي أصبحت حديث الشارع المصري كأصغر موهبة مبدعة تخصصت في ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم وضعاف السمع، حيث سخرت موهبتها الإبداعية للتواصل معهم عن طريق ترجمة القرآن الكريم والأناشيد الدينية والأغاني لهم في فيديوهات مخصصة بثتها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فلم تكن تعلم سلمى ابنة قرية الميمونة تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أن طاقتها الإبداعية ستنطلق وتخرج إلى النور من هذه القرية الصغيرة وتصبح من أهم الشخصيات المؤثرة في ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم والبكم وضعاف السمع. ولم تقف عند هذا الحد، بل تقوم بتطوير ذاتها بصورة دائمة حرصا منها على تنمية قدراتها الإبداعية ومساعدة هذه الفئة. بدأت بقى تبص للفيديوهات، بدأت تترجم بعض الجمل، بدأت تعمل أغنية، بدأت تعمل آيات قرآنية، فوقفت جارها بالطريقة دي وبدأت أعمل معاها. فطبعا أنا بتمنى أنها تحقق رغبتها، وأنها كل حلمها أنها تلتحق بكلية العلوم العاقة اللي هي بتخدم أصحاب العاهات الخاصة من الصم والبكم وغير ذلك. سلمى بنتي تعلمت لغة الإشارة، بدأت أشوفها عليها بتعمل بعض الإشارات، كانت واقفة أمام المرآة فأقعد أقول بتعملي يا سلمى، بتعملي يا سلمى، بعمل يا ماما الإشارات بتاعة الصم والبكم. فبدأت أتعامل معاها ولقيت إن هي تتعامل مع الإنترنت والسوشيال، فبدأت أشجعها وأنمي مع عندها المهارات، والحمد لله يعني بدأت تنمي نفسها بنفسها وإحنا نساعد معاها. ورغم انشغال سلمى في دراستها بالمرحلة الابتدائية وبداية المرحلة الإعدادية، إلى أنها أصرت على الوصول لهدفها وتحقيق حلمها في التواصل مع صديقة شقيقتها بعد انفصالها عن العالم الخارجي لعدم قدرتها على السمع. السلام عليكم. أهلا، مرحبا. وبعد نجاحها في مهمتها وإتقانها لغة الإشارة، قررت عدم اختزال موهبتها على صديقة شقيقتها فقط، بل قررت نشر قدرتها وموهبتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد منها عدد كبير من ذوي الإعاقة من الصم والبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الآن سلمى أصبحت إحدى النماذج المضيئة في محافظة الشرقية نظراً لما قدمته من مثال يحتذى به ونموذج على تحقيق الذات وتجاوز الصعاب.